أول حاجة نشكر أهالي هذه المنطقة الشكر الجزيل، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. وكذلك نشكر الشيخ شيخ القرية والإمام في القرية على تقديمه الجيد والفاضل لهذه المحاضرة. وأنا ماذا أقول كلام، لأنه كلام المشايخ والشيخ برضو يتكلم جزاه الله خير عمنا وبارك الله فيه وفي علمه كفاية إن شاء الله. لو في أسئلة ممكن نجاوب، أو حتى لو في إنسان دار يناقش، أو حتى لو دار يعترض أو يرد، فإن شاء الله صدرنا له رحب. تفضلوا. في أسئلة وردت هنا في ورقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد منكم بعون الله تبارك وتعالى أن تبينوا لنا بعض المسائل المختلفة حول أمور مختلف فيها. واحد، ما هي البدعة في الدين، وما هي الأمور التي إذا فعلها المسلم يصبح مبتدعا مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. البدعة لغة هي الأمر الحديث أو الجديد. قل ما كنت بدعا من الرسل. وفي الشرع، في الاصطلاح الشرعي، هي كل أمر محدث في الدين مما ليس له مثال سابق. ده أحد تعريفات البدعة في الشرع. وفي تعريفات أخرى، ده تعريف ابن رجب الحنبلي رحمه الله، هي كل أمر أحدث في الدين. في الدين يعني لو زول مثلا صنع الميكروفون ده أو الساوند ده ما بنقول له مبتدع، جبت بدعة، لأنه ده ما في الدين يا جماعة. في الدنيا جيب زي ما داير، أركب عربية زي ما داير، أصنع، ابتكر، اخترع، ما في مشكلة. لكن في الدين أمر جبته جديد، ما جاء في الكتاب ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن له مثال سابق، يبقى ده بدعة طوالي. لم يكن له مثال سابق زي شنو؟ زي التراويح. التراويح الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها 3 ليالي تقريبا، وفي الليلة، وكل ما يصلي الصحابة بيجتمعوا وراءه ويصلوا. في الليلة الأخيرة قام دخل جوا البيت وما طلع. قال لهم أنا شفتكم جيتوا، علمتكم جيتوا، لكن خشيت أن تفرض عليكم. فبقى ما يصليها معهم تاني جماعة لحد ما توفى النبي عليه الصلاة والسلام، وزمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحكم لحد ما مات. بعد ذلك جاء زمن عمر بن الخطاب، قام جمع الناس على قارئين من الصحابة وصلوا بالناس جماعة التراويح. فهل نقول عمر بن الخطاب هنا جاب أمر منكر وأمر بدعة خبيثة في الدين؟ لا. ليه؟ لأنه التراويح دي كان عندها مثال شنو يا جماعة؟ سابق، الرسول صلاها وخشية تفرط. لكن لما مات تاني ما في وحي بيجي جديد، يكون في تشريع جديد، تبقى واجبة أو تبقى كده. فهذا ما فهمه عمر بن الخطاب، وجمع الناس على التراويح على هؤلاء القارئين وصلوا بالناس. حتى علي بن أبي طالب كان يقول نور الله قبر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما أنار مساجدنا بالقرآن. وبعد ذلك عمر قال نعمة البدعة هذه، يعني قصد لغة، لكن لأنه لو كانت بدعة في الدين كانت تكون شنو؟ حراما. عشان كده العمر، بعض العلماء حملوا قولة عمر هذه على شنو؟ البدعة لغة. وما هي الأمور التي إذا فعلها المسلم يصبح مبتدعا مخالفا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا خالف أصل من أصول الدين، أو خالف أمر يبدع به الإنسان، كالخروج على الحكام. زول يخرج على الحاكم المسلم مثلا، يقول لك والله البنزين غلى والطحنية غلت وبتاع، يشيل سيفه ويطلع في الشارع، أو يشيل الليستيك بتاع عربية مش يحرقه في الشارع، فده خروج على الحاكم، ده بيبدع الإنسان عند العلماء كده.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخروج على الحاكم في حديث كثيرة، منها قال: من خرج على أميره قيد شبر فمات فميتة جاهلية، إلى غيرها من الحديث. وفي ناس بيعدوا ده جبن، يقول لك نحن لا نرضى الظلم وهيا بنا نحرق شرع الزلط، لأنه الرغيف غلى. هو ما قصده الرغيف غلى، هو الزول الأجا نفخك بالميكروفون وقال لك هيا بنا نخرج، ده دار يبقى حاكم بدل الموضوع كله، لكن انت ما عارف. والله الزول اللي قال لك راح نطلع ده طمعان يبقى حاكم، لكن غشاك بالرغيف غلى، وهي كلمة حق أريد بها باطل، ده الموضوع كله. والأحزاب دي كلها في العالم وفي السودان تحديدا وفي العالم كله بيغش الناس هيا بنا إلى ميدان التحرير، يطلعك ميدان التحرير ويجي راجع البيت يرقد تحت المكيف، يضربوك ببنبان، يضربوك برصاص، وتلقى راقد تحت المكيف. إذا أسقطت الحكومة القائمة بيطلع من المكيف قبل ما أنت تصل للقصر الجمهوري، بيكون قاعد في الكرسي، تجد تلقاه قاعد. البيان الأول حزب الفلاني بحمد الله نجحت هذه الثورة، وما سار ولا أي حاجة، وكان راقد تحت المكيف. فده الموضوع بيجعلك أنت كبش فداء، تعرف كبش فداء؟ يقدمك قدام وهو يكون وراء، من باب قدم الكيشة وألحقه بعدها. فدي الأحزاب اللافة دي شت، أي حزب، حزب الفلاني، بس أنا بفتح عليه غوص وبطلع عليه كلمة حزب برا، أنت جوا الغوص داخل أي اسم يعجبك، أي اسم يعجبك، الأحزاب اللافة دي شت، داير يغشوك وياكلوا بعقلك حلاوة، والله الذي لا إله غيره. فما تتخدع ساكت، ده المحتالين مستهبلين. وربنا زمان حرم علينا الأحزاب دي ذات، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. لأن عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم ده الرجل الوحيد أن نحن بنطيع طاعة كاملة ونتابع متابعة كاملة ونقتدي به اقتداء كامل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أي زول ثاني يؤخذ من قوله وإشنو يا جماعة؟ ويرد، زي ما قال الإمام مالك رحمه الله. السؤال الثاني قال: هل على المسلم أن وغير من أمور غير الخروج على الحاكم، في أمور كثيرة بتبدع على الإنسان، هل على المسلم أن يهجر أخاه المسلم إن أخطأ؟ وما مدى صحة حديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلى آخر الحديث؟ الحديث صحيح، صحيح البخاري، ولا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي، لكن المقصود هنا الهجر إذا كان في أجل أمر من أمور الدنيا، اختلفت معه في دنيا، في طين، في مال، في غيره، ده ما يجوز لك تهجر فوق ثلاث ليالي، نبذك، ما يجوز لك تهجر فوق ثلاث ليالي. لكن في الدين ممكن تهجروا 30 سنة إذا ما تاب. في الدين حديث الثلاثة الذين خلفوا في صحيح البخاري، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع رضي الله عن الجميع، لما تخلفوا عن غزوة تبوك، ودول صحابة أجلاء، صحابة أجلاء، النبي عليه الصلاة والسلام هجرهم 50 يوم، مش 3 ليالي، 50 يوم. وهو القائل لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي، لكن هجر ذل 50 ليلة. النووي قال إذا كان ذل صحابة أفاضل وتابوا ربنا قبل توبتهم بعد ذاك وكذا، والموضوع انتهى ونزل القرآن في هذه المسألة، في هذه القصة. فمن باب أولى وأحرى أهل البدع، قال صح ولا ما صح؟ زول يكفر الحكام المسلمين سروري تابع لعبد الحي ولا غيره، خلاص، زول يأمر بالمظاهرات خارجي مبتدع ضال، ده يهجر إذا كان داعي إلى البدعة، يهجر. زول يدعو الناس إلى البدع والمحدثات في الأمور وإلى الشركيات عديل، كالاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله والاستعانة بغير الله، ويجوز لهم التمائم والحجبات، وده كله شرك بالله، ويدعو الناس إلى ذلك، ما نهجره كيف؟ يهجر حتى يتوب من بدعته، بالذات إذا كان راس. أما الناس العوام ديل محل دعوتك،
تدعوهم ما تهجرهم، تقول لهم ده حلال ده حرام ده شرك ده توحيد ده سنة ده بدعة، تأمرهم وتنهاهم ليل فيهم الخير في الغالب يقبلوا. نعم. طيب قال وما هي ضوابط الهجر؟ الضوابط كثيرة تبسط في غير هذا المحل. ما هي شروط الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة؟ أن يكون ساترا لجميع البدن، وأن يكون واسعا فضفاضا، وأن يكون ثخينا يعني ثخين ما يكون شفاف، وأن لا يشبه لباس الرجال ولا يشبه لباس الكافرات، ولا يكون زينة في نفسه، ويكون خالي من العطور والبخور. فهذه شروط الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة. وربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. قال ما حكم تارك الصلاة؟ تارك الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فتارك الصلاة كافر، فعلى الناس ما يتهاون بالصلاة، وعلى الآباء والأمهات أولياء الأمور يعلموا أبنائهم وبناتهم بالذات الصلاة، لأنه في كثير من البنات ما بيصلوا. واحد تلقاه بتقرأ في الجامعة كلية الطب وكلية شنو ما عارف، تلقى ما بتصلي، دي ما بتنفع، دي لا تصلح أبدا أبدا، لأنه ما بيصلي كافر. الرسول قال كده، ما نحن يا جماعة أنا ما عندنا كلام مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فعلموا الأولاد، وأنا بركز على البنات لأنه في كثير من البنات ما بيصلن عديل كده، تلقاه تقرأ جامعة وما بتصلي ذاته. فعلموهم وأمروهم، 7 سنوات تأمرهم بالصلاة، تموا 10 ولد ولا بنت ينجلد ينجلد إذا ما صلى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، ودي رحمة به، والجلد ده رحمة به وذاته وشفقة به. الذي يطوف بالقبور وينادي الأموات هل يكفر؟ نعم يكفر، لأنه ربنا قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بشنو يا جماعة؟ بالبيت العتيق، ما في قبة بيطوفوا بها ولا في ميت بيطوفوا بقبره، ده وباطل. آخر حاجة قال ما هو الإرجاء؟ الإرجاء هو التأخير أصلا، لكن المرجئ ديل يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قالوا الزول سب الدين وترك الصلاة وقتل الرسل والأنبياء، قالوا إيمانه كامل زي إيمان جبريل والملائكة والأنبياء. كلام ده كلام شنو يا جماعة؟ باطل. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ احنا عندنا سؤال والله يعني نوجهه يعني عامة كده، يعني أنا من ضمن السؤال ده بهمني، يعني عند والدنا متوفي اللهم ارحمه واغفر له ولا وسع له. لا لا والله والله ما ممكن، اللهم ارحمه واغفر له. بعدين احنا مثلا بيقول زي ما عندنا مثلا حواشه، خلى حواشه، الحواشه دي احنا تركناها لاخواننا، يعني ما قلنا يا اخي يتعايشوا بها هم براهم، لانه الاسره فيها بنات. قلنا يا ما اذا كان البتي راجع دي مثلا ما جينا راجع احنا في البيت هنا، تجي راجعة في البيت الكبير يخلو من حواشة، هل يعني أفتينا في الحتة دي حتى هنا دي في الورثة وما الورثة دي بس لو سمح ظروفك يعني. إذا كان جماعة الناس الوراث دي البيرسوا اتفقوا فيما بيناتهم زي ما هو أنا فهمت من السؤال بالتراضي، إن والله الورثة دي مال وطاء بهايم عربات إلى آخره، قالوا يدوها فلان وفلان وفلان، أو يدوها للبنات لأنهم ضعيفات، وكلهم اتراضوا على الكلام ده، فده خلاص ما في مشكلة يعني إذا اتراضوا على الكلام ده. أما إذا ما اتراضوا أو دارين واحد منهم داير يقسموها للناس بما أمر الله في الكتاب والسنة، فواجب عليهم شنو؟ يقسموها، يمشوا للقاضي الشرعي أو الفقيه وكده يقسمها لهم بالشدة في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو كلهم قالوا والله نديها الزول مثلا لحوجته ولكذا ولكذا وكلهم متراضين ما في مشكلة، يعني للمتوفي ما عنده فيها، للمتوفي ده ما خلاص ده ما توفى، إذا هو توفى قبل الوراث وكده ده ما مرق برا، لكن بعد ده بيبقوا زريته لو بيقوا عندهم نصيب لو بيقوا كده حسب ما يقسموا القاضي الشرعي وكده، ده ما في مشكلة إن شاء الله.
بالنسبة لموضوع الميراث برضو يا جماعة، يعني أنا قلت إذا في أن الورثة دارينه يتقسم زي ما جاء في الكتاب والسنة طبعا من حقه. وأنبه لمسألة إنه برضو ذكرني لها أحد الإخوة، برضو في بعض الناس في مناطق كثيرة يعني في البلدان وفي الدول بيظلموا النساء. المرأة لأنها ضعيفة مثلا تلقى أخته عندها حق في الورثة يقوم يظلموها ويشيلوا حقها، وده كله حرام يا جماعة. والظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بتايم بحدد الفرص بدقيقتين دقيقتين لو يزول عندي سؤال مباشر عشان الوقت، بس دقيقتين إن شاء الله. سؤال يا الشيخ، إذا كان في إمام مسجد غائب وما وضح بالتوكيل بتاع الصلاة إنه يصلي إمام غيره، وإنت جيت المسجد وتفاجأت بإنه لقيت الإمام اللي بيصلي بعد طلع في المنبر بيتعامل بالبخرات والمحايات، ما حكم ذلك؟ شكرا. طيب يا جماعة، من منهج أهل السنة والجماعة إنه نصلي وراء كل بر وفاجر، فبره لنفسه وفجوره برضه لشنو يا جماعة؟ لنفسه. أما إذا كان الإمام في أي مسجد يعني أو منطقة، والسؤال عام ما مخصصين حتة معينة أو جامع معين، أنا كلامي عام، إذا كان أصلا في إمام من أئمة المساجد يفعل الأفعال الشركية زي البخرات والحجبات والغيرة والغيرة اللي هي في استغاثات بالشياطين وبالجن زي ما هو موجود الليلة في بلدنا كلها، فده شرك، ده ما بجوز أصلي وراه إن طلع منبر ولا نزل من المنبر، أبدا ما بجوز أصلي وراه حتى لو صوته جميل ذاته في القرآن ما بجوز أصلي وراه، لأنه ده شرك. وربنا سبحانه وتعالى بيحبط العمل كله بالشرك، يحبط الصلاة، يحبط الحج، يحبط أي عمل صالح. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. المعروف انه سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسلام، لما مسك الخلافه في الخطبه حقته، ايها الناس انه قد وليت عليكم ولست بخيركم، انه قد وليت عليكم ولست بخيركم، اطيعوني. قال شنو؟ هو بيتكلم عن شروط الطاعه. قال اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيته فلا طاعه لي عليكم. احنا بنرجع لكلامك عن الخروج عن الحاكم، هنا سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال شنو؟ اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيته فلا طاعه لي عليكم. انت شايف انه الرئيس السوداني حاليا اللي يعتبر ولي امر المسلمين هنا بيطيع الله فينا؟ بس ده ردك هنا عشان احنا نصبر ولا نقول. طيب شكرا لك للسؤال. الاثر ان وإن عصيت الله أو إن عصيت فلا طاعة لي عليكم، يعني الأثر إن صح سنده فالمعنى بتاعه واضح، يعني إن عصيته عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، أي في شنو يا جماعة؟ في معصية الله. ما الكلام يفهم من سياقه ويفهم بالنصوص الأخرى، يعني فأي حاكم لو عصى الله قال لكم يا جماعة تمشوا تزنوا هسه كلكم، هنا أنت شنو؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال لكم والله الآن أي زول لابد يشرب خمرة الرجال كده ولا بدخله السجن، ما تشرب، عرفتها؟ وإلى آخره من الأمور. فإذا دعاك للمعصية، ده معنى الكلام في الأثر إن صح الأثر، ده الكلام. لكن إذا حصل شيء من الضيق في المعيشة معي والحاجات غلت زي ما هو حاصل الليلة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تصبر. وين قال كده؟ في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون بعدي أثر وأمور تنكرونها. العلماء قالوا أثر يهو في الدنيا، الحاجات تغلى بعد شوية تدعدن يحصل مجاعة، ده الحاصل. وأمور تنكرونها دي في الدين، في الدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحالتين، قال فاسمع وأطع أو فاصبروا، قالوا ما تأمرنا؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني في حالة
الحكام ويكون في غلا في المعيشة وفي حاجات وفي غيره. الصحابة قالوا نسوي شنو يا رسول الله؟ قال تصبروا. وفي حديث آخر قال سلوا الله الذي لكم، أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم، تدعو الله أنه يفرج الحال خلاص وتأدي عليك، لكن ما الخروج عليه حرام. حرام لبتين، النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وبواحا ماش ما فيه شك، يعني حاكم يكفر عادي يبقى كافر، تب تاني ما مسلم الزول. وفي الحالة ذيك تعد العدة حتى تخرج، ده بعد ما يكفر الحاكم. لكن طالما ما كفر ما يجوز تخرج حتى لو عندك قوة ذاته. وإذا خرجت ومت ما شهيد، ومت على حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام من خرج على أميري قيد شبر فمات فميتة جاهلية. ثم أمر أخير، إن جماعة السبب في تسليط الغلاء علينا والمصائب والفتن اللي بتقولوا هذه، السبب شنو؟ ربنا قال قل هو من عندي أنفسكم، من عندنا إحنا، السبب نحن خلاص. وربنا قال إن الله لا يغير، أنت مش داير الحال ده يتغير ولا ما داير؟ داير يتغير. ربنا قال الحال ما بيتغير لحد ما تغير ما نغير ما بأنفسنا نحن، أنا ذاته معاكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أنت داير ذات الأمور تمشي تمام، أول حاجة الناس توحد الله. إذا كان البلد دي يا جماعة الآن واحد شيوخ يا أخي بيتكلموا في المنابر وعندهم كتب تطبع وعندهم في التلفزيون بيجيبوهم بيقولوا غير الله بيخلق، غير الله بيخلق، زي محمد المنتصر الإزيري في قناة أم درمان الفضائية بيحضر العالم كله، قال ممكن غير الله يخلق، شيوخ بيخلقوا. وقال يجوز تدعو الميتين من دون الله، تقول مدد يا فلان واغسني يا فلان، ده ما هو الكفر ذاته ولا حاجة تانية؟ ده الكفر ذاته. انت دار الرغيف والعيش يرخص كيف؟ بعد شوية بيكون ما في عيش ذاته، أبشرك أنا تب بيكون ما في، والله العظيم. إذا الناس ما ردوا على الكلام ده وتابوا منه، والزول ده ردعوه وردوا عليه، وأمثاله من مشايخ الطرق الموجودة الليلة، ناس يا أخي واحد طريقة سودانية، سودانية قال شنو؟ كتاب اسمه الفيضات الربانية في المآسر والأوراد القادرية، قال شنو؟ قال ذراعي، تقول لي عيش غلا ولا بنزين غلا؟ ذراعي من فوق السماوات كلها، قال أنا بيد واحدة ما بيديني الاثنين، قديت السماوات السبعة بتاعت الله كلها قديتها بيدي، ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي، وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه إلى أن قال وإن قلت كن يكون. في قناة النيل الأزرق جابوا أولاد الشيخ الكباش، أولاده الخلفاء بتاعينه المسكين الليلة طريقة بتاعتهم دي، قال مما اختص به أبونا الكباشي أنه إذا قال للشي كن فيكون. هسا حضرك له دي فيديو أنا جايبه، هسا حضرك له دي قاعدين. قال أبونا إذا قال للشي كن فيكون، وربنا قال شنو؟ ربنا قال وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا، ده منو يا جماعة؟ كباش ولا الله؟ الله. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والكلام ده لما نحن ندافع عن الله واحدين بيزعلوا صوفية يا شيخنا، أنا بدافع عن الله بقول الله براول بيقول كن فيكون، ما فلان ولا علان يقول لك لا كيف تنبذه؟ أنا نبذته يا جماعة؟ ما نبذته، قلت الكلام ده باطل، ما بيزول بيقول الشيء كن فيكون إلا الله، وين الكلام اللي بيزعل؟ لكن في ناس بيزعلوا من الله وبيزعلوا من كلام الله. والواحد لو قلت له ما تدعو أبو بكر الصديق وما تستغيث بعمر بن الخطاب ولا عثمان بن عفان ولا علي بن ابي طالب يقول لك بالحيل كلامك سمح، لكن لو قلت له ما تستغيث بالبورة يقول لك اوه ليه جبت اسمه؟ طيب انت اعظم عندك ده
ولا أعظم عندك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ليه أنا لما جبت اسم ديك ما زعلت كده بالراحة كده أقعد في التراب في الوطن؟ ليه ما زعلت؟ ففي ناس عندهم شيوخهم أعظم من الصحابة ذاتهم وأعظم من الرسول وأعظم من ربنا، والله في ناس كده صح، هو يقول لك ده أعظم من ربنا، لكن أفعاله وأقواله وعقيدته ده أعظم من الله، لأنه لو قلت له أحلف بالله ممكن يحلف بالله كذب ما يخاف من الله، لكن لو قلت له أحلف بسيدك بالشيخ أو تلقى يرجف، والله يا أخي الله بيمهله، لكن الشيخ ما بيمهله، بيقوله ولا ما بيقوله؟ بيقوله. وده الحاصل يا ناس. فما تقول لي الرغيف غلا، ما تقول لي الرغيف غلا، بعد شوية ممكن يكون لها رغيف والله يوقف الهوى ده ذاته يكون ما في هوى خلاص، طب انتهت الدنيا. ليه؟ لأنه في شرك. شرك يا أخي. ربنا عذب أمم وأقوام، عذب قوم لوط كانوا كفار وعندهم اللواط، الليلة في كفر أكعب من كفر قوم لوط ذاتهم وباقي الحاجات دي كلها فيه، لكن كفر وشرك أكبر. ناس قالوا غير الله بيخلق، أبو جهل قال الله بيخلق براو، تعرف أبو جهل لو كان قاعد يمكن يقول الدنيا ما يقدر يرد على الجماعة اللي قالوا غير الله بيخلق دي، فده كلام فارغ وكلام باطل، لأنه ربنا قال في القرآن ولئن سألتهم، إذا سألتش كفار ناس أبو جهل وأبو لهب من خلقهم الخالق منو ليقولون الله. فيا ناس ما تضيعوا زمنكم تقول ليه الحاكم داك ولابد نطلع نحرق ليستك، أم شيلوا برا أهال بيجي داك هل حيكون أحسن؟ ده سؤال برضو مطروح. والبلد دي فيها كم حزب؟ أنا بسألك وده أنا ناقشك بالراحة كده، فيها كم حزب من الأحزاب؟ أكثر من 800 حزب. حزب شنو؟ جناحهم جكو، أحزاب ذاته غريبة جدا. الحيحكم منو؟ هسه أقول البشير ده الناس شالوه جدعوا برا، أها يا طول بيحكم، وهل داك أحسن ذاته؟ ده سؤال مطروح. والحزب ذاته تلقاه كم؟ هسه حزب الأمة كم حزب؟ شقق كم؟ 4 ولا 6. الاتحاد الديمقراطي قالوا بقى 14. يا توفي ما بيحكم، الأصل ولا التقليد ولا الجديد ولا الحديث الفيدرالي ولا يا تو، ما ده سؤال. أنصار السنة كم؟ 4، ولسه الشغلة ماشي يمكن بقوا 6. الحيحكم فيهم منو؟ سؤال برضو جايبهم وقاعدين يتحشروا في السياسة، أهدى ريحكم فيهم منو؟ سؤال برضو. خلاص أمسك الأخوان المسلمين، جناح الحبر وجناح مين الصداق وجناح منو عبد الحي يوسف وجناح منو، أدريحكم منو؟ سؤال برضو يعني. أيوة. فيا ناس صلح نفسك، وأنا دا البطفاصح دا أصلح نفسي، وأنا أصلح بيتي وإنت أصلح بيتك، وأنا أصلح مرتي وإنت أصلح مرتك، لبسها كويس، علمها العقيدة، علمها التوحيد، أصلح أولادك، قال لها الحجابات دي أجدع الحجاب. يا أخي الله بيحرس، أنت معلق لك حجاب يحرسك؟ الله بيجيب الرزق، الفقير أداك حجاب ب50 جنيه قال لك بيجيب رزق، غشاك كذب عليك، لأنه الحجاب لو بيجيب رزق الفقير ما كان باعه، كان أكله أكل مش لبسه، كان أكله جاب له 11 مليار يورو ولا ما هو كده؟ هي هو يديك له ب50، الفقير محتاج ل50، يكون حجاب الفقير بيجيب رزق كيف؟ هاي نجيب للصلاة. ولحد هنا وما دارين من زول حاجة، لا قريش لا تعريف لا ملينا، إنما جينا محبة لكم ومحبين الخير لأنفسنا أولا، أجر الدعوة والعمل في دعوة الله وأجر ومحبة الخير لكم أنتم والدعوة لكم، وعارفين قد يكون في زول قاعد الآن أفهم مننا وأعلم مننا ذاته والمناسبة قد يكون في، لكن من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولما نقول يا جماعة فلان ده غلط أو الطرق دي غلط والجماعة الفلانية غلط، ما والله ما قصدنا الانتقام لأنفسنا، ولا تعتبر دي غيبة أصلا، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت لي في 2 يتقدموا لخطبتي، معاوية وأبو الجهم، أختار يا تو ده ولا ده؟ قال لا ما تختاري ولا واحد، أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء. أهدي غيبة برضو؟ دي نصيحة، دي نصيحة يا جماعة. خلاص زي شنو مثلا؟ الآن أنت ومعاك صاحبك قاعدين جنب الدكان وداك بيت صاحبك وداك
جاء حرامي او ذاك طالع فوق الحيطه في بيت صاحبك القاعد جنبك ده، بتقول لصاحبك ده الحق الحرامي قاعد يتلف في بيتك ولا بتخليه؟ سؤال. ها هذه ما غيبه؟ طيب كيف تغتاب الحرامي؟ ما تخليه يتلف، شيل الدولاب كله بما فيه. يقول لك لا بيشيل القروش. طيب ديل شالوا الدين، سرقوا الدين ذاته وتلبوا في الدين، نخليهم يتلبوا ولا نقول لك هوي في حرامي سرق الدين؟ ده الموضوع، ده موضوعنا باختصار شديد جدا جدا. خلاص، فدي ما تعتبر غيبة محرمة، بل ده جهاد في سبيل الله واجب شرعي أملته علينا وأوجبته علينا الشريعة الإسلامية. يقول لك ده غلط وده صح وده كده. نعم، فالزول ينصح أبوه وينصح أمه وينصح نفسه وينصح أخوانه وأولاده، لكن بالكلمة. شنو يا جماعة؟ بالكلمة الطيبة. ربنا قال ادعو إلى سبيل ربك بشنو؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وبالذات أنت لما تنصح أبوك ده، لما تشوفه واقع في غلط بيمشي لشيوخ يجيب بخرات ومحايات وشركيات وحجبات وغيره، بالراحة بالراحة، وما تكلمه قدام الناس. يعني أبوك قاعد، أبوك زول كبير وقريب ده كان شايلك وبلت في رجلينه، ما ممكن تقول له يا أبوي أنت كرهتنا ومشيت للشيوخ ليه؟ ما ممكن بالأسلوب ده يا جماعة. ولا ممكن تنصحه قدام الناس تجهله وهو أبوك في النهاية، ومهما كبرت وعرست وولدت إن شاء الله 18 هو شايفك لسه شافع صغير، صح ولا ما صح؟ شايفك شافع، فما ممكن تنهره قدام الناس، ده ما ممكن. إنما تخاطبه خطاب لطيف. إبراهيم أبوه كافر عديل، بل أبوه كان بيصنع الأصنام ذاته. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبت يا أبت يا أبت. فإن أبوه قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. خطاب شديد. إبراهيم قال له شنو؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. كلام طيب. بعد ذاك ربنا نهى إبراهيم عن الاستغفار لأبوه لأنه من المشركين، فلكن الشاهد إنه خطاب طيب تتكلم معه وتدعو له في السجود إنه الله يهديه بشفقة وبرحمة تدعو. ولدنا ده عنده سؤال مهم كلمني بالصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، معاون الرب الطيب. الشيخ ما هو رأيك في عدنان إبراهيم، الدكتور عدنان إبراهيم؟ عدنان إبراهيم، وطبعا اتفقنا انه دي ما غيبة، ولا ما اتفقنا؟ اتفقنا. طيب عدنان إبراهيم ده زول ملحد، ملحد عديل، لكن بيضرب الإسلام باسم الإسلام، يقول أنا مسلم وأنا شيخ كبير وأنا عالم وقرأت التفاسير، زول كذاب. عدنان إبراهيم قال الله، خلاصة كلامه إنه الله غلطان لما خلق البني آدم غلطتين. قال الغلطة الأولى الله غلط في العيون دي، العيون دي قال فيها أخطاء اتفق عليها الأطباء وما أعرف شو. العيون اللي خلقها الله، أي زول عيونه قال فيها أخطاء متفق عليها، قال يعني تخيل الناس اتفقوا على إنه الله غلطان، هسه ذي البشر ولا بهايم خير منهم؟ طيب نمرة اثنين قال الخصيتين بتاعت الرجل، أكرم الله السامعين كما يقول السودانيون، قال المفروض ما يكونوا مطالعات لبرا، قال المفروض يكونوا جوا، برضو الله غلط هنا قال. فده زول مجرم وزول ملحد، أي كافر ملحد، تب كافر تب، ما عنده علاقة بالدين، وبيسب الصحابة كلهم بيسبهم، وبيستهزأ بالسيدة عائشة وبيستهزأ بأبو هريرة وبيستهزأ بالصحابة وأمهات المؤمنين، فده كافر تب، أي كافر، فالناس ما تسمع له. لكن في ناس بيسمعوا له بالذات أتباع التراب دين، طبعا اتفقنا ما غيبة، ها فبيسمعوا له وبيقوموا شنو؟ ليه؟ لأنه هو بيضرب لهم الدين، بيقوم بيشيلوا منه الشبهات من اليوتيوب. تلقى واحد ولد شيفت ساكت تابع للترابي فاتح الموبايل، ماذا قال عدنان؟ سنه ما فيها، سنه ما فيها، يجي يعمل جوطه في الغرق هنا، لما نجي نحن يقوم يولي الدبر، خلاص يكورك ببرا وكده يعمل شغب زي المره اللي فاتت، خلاص. فهذول ما عندهم حاجه. وشيخهم عدنان ده والله ما مسلم، والله ما مسلم، زول يسيب الله ويقول الله غلط في الخلق وغيره، ده كافر تب،
يسب الصحابة، يسب السيدة عائشة، يطعن في القرآن ذاته. أيوة، وينكر السنة ذاته إلا الحديث اللي بيركب مزاجه، فده ما في شك كافر. نعم، ما تسمع ليه والزول ده. ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. ما تقعد معه، ما تسمع له، لا في موبايل لا في غيره. نعم، نختم يا شيخ، اختم لنا يا شيخ. اقتصاد بسيط. طيب الشيخ عنده سؤال بس ناخذ. طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشكر من بعد الله سبحانه وتعالى للسادة الأجلاء، وقد كانت هذه المحاضرات بمثابة التعريف شاملة جامعة مانعة. والسؤال المتبادر للذهن، يعني أنت بترى أنه ما الفرق بين أنتوا دعوة توحيدية، وكذلك يعني نحسب أنه أنصار السنة برضهم دعوتهم برضها هو بحاربوا نفس الشيء اللي أنتوا بتحاربوا فيه، فما هو الخلاف بينكم وبينهم، مع أنه يعني ما يجمع بينكم وبينهم أكثر مما يفرق؟ يعني ما بسأل ما هو السبب يعني بينكم وبين أنصار السنة، إذا أنصار السنة برضهم بيدعوا لتوحيد الله سبحانه وتعالى وبياخذوا الخمشة برضو في القبب وفي الأولية وفي كده، يعني بتتفقوا الغاصب ويشترك بيناتكم بيجمعكم، يعني ما يجمعكم أكثر مما يفرقكم. شكرا. ده سؤال مهم وسؤال يعني يدل على فهم وفقه سائله، جزاه الله خير. ألا ها فضل نعم 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 طيب كويس، نجاوب على عملنا. طيب فالشيخ جزاه الله خير بيسأل السؤال الفرق بينكم وبين أنصار السنة وهم يدعو للتوحيد الآخري. طيب أنصار السنة جماعة، الناس الفوق الماسكين الرئاسة بتاعت الجماعة بتاعت أنصار السنة والشيوخ بتاعهم الكبار دكتور فلان وشيخ فلان وعلان، ديل الآن وضعهم براو، وفي ناس تحت دعاة قد يكون عندكم هنا في الغرية، قد يكون في الغرية الفلانية، ما عندهم علاقة بالفوق ديك، لكن بيقول لك أنا أنصار سنة، وتلقى شغال دعوة توحيد وينهى عن الشرك زي ما قال الشيخ، ويدعو إلى السنة وينهى عن البدعة. ده خير وكلامه ده لحد هنا طيب، عندنا معه كلام تاني هنخليه في النهاية. ده براو، ده كلامه طيب ودعوته دي لحد هنا بارك الله فيه وجزاه الله خير عليها. أما الفوق ديل الرؤساء والماسكين الشغل من فوق شيوخهم الكبار، ديل الآن غيروا المنهج، بيقوا تاني بعد ما كان بيحاربوا القباب والشركيات تحت الصوفية والضلالات، تاني رجعوا الليلة ديل الكبار الفوق بيقوا يمدحوا الصوفية ويمشوا معاهم. آخر حاجة هسه قريب مشوا زيارة لمنو؟ سمعتوها كلكم مش كده في وسائل الإعلام، ليه ناس الكباشي وحضروا الذكر معاهم اللي بيسموه ذكر ده هو باطل بدعة، وقبل ده كرموا شيخ الطريقة السمانية داخل مباني المركز العام لأنصار السنة، وديك ناس الإصلاح كمان طلعوا مطوية قالوا الصوفية شيوخنا الأفاضل كمان، ديل الرؤساء ديل بايظين مرة واحدة. أما التحت ديل قد يكون زول ما عارف الكلام ده، ده نحن بنعذره بجهله ونقول له الآن لو عرفت أترك النازل واشتغل دعوة التوحيد خلاص، وتابع النبي عليه الصلاة والسلام فقط، ما تتابع لك راجل تاني، تقول تمسك لك في زول شيخ فلان جاء شيخ فلان طلع شيخ فلان سافر شيخ فلان رقد مستشفى، فلان ده لو ضل انت بتضل معاه، وطالما انت متعصب له وبتقبل كلامه الحق والباطل، حد ما شيخ من شيوخهم سب الصحابة قال الصحابة اقتتلوا بالسلطة والصحابة كان عندهم هوى والصحابة بيحبوا الدنيا ذاته، وده كلام فارغ وكلام باطل، لأنه ربنا قال عن الصحابة رضوان الله عليهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وربنا قال يحبهم ويحبونه، انتهى الموضوع. فسب الصحابة هم ماشيين في دربه ويأصل لهم في سب الصحابة ويكبروا له والله أكبر، ديل دي الناس مرض، الناس اللي بيسووا كده ديل خلاص. لكن أنا بقول في قرى بعيدة نائية قد يكون ناس ما عارفين
حال شيوخهم بتاع نصارى السنة ذيل وما آلوا إليه من الضلال والبدعة. فذيل ننصحهم يتركوا الناس ذيل، ونحن ما بنبدعهم ولا بنجرمهم، لكن بننصحهم بلطف وبحكمة وبشفقة ورحمة، أتركوا هذه الجماعات وخليكم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب نحن شنو؟ انتوا اللي بنتكلم ده ذاته تابعين لوين؟ ما تابعين لزول، تابعين للرسول صلى الله عليه وسلم. لا عندنا جماعة، لا عندنا حزب، لا عندنا طريقة، لا نازلين انتخابات، شفت كيف؟ ولا نازلين شفت أي حاجة، بس ناس بنركب عرباتنا دي. دق علينا الشيخ ده قال تعالوا الفاو 37 بو بنجي، محاضرة عن شنو؟ التمسك بالسنة بنتكلم، معان شنو؟ ما آتاكم الرسول فخذوه بنتكلم، في شنو؟ مناظرة، ما واحد تجاني بالناظر، ما في حاجة، شعبي بالناظر كده، ده دين بس نموت عليه ونحيا عليه إن شاء الله تعالى، ده الموضوع بتاعنا، والله لا تابعين لحزب، لا لجماعة، وبنحب الخير لأي زول، عشان كده أي زول يضرب لنا ما بنقول له أنت تابع لوين، بقول لنا تعالوا محاضرة بنجي، والله ما بنعرفه، وهسه كثير من الناس قد يكون بيعرفونا وبيعرفوا بعضنا، لكن ما بنعرفه، وهسه بكرة لو واحد فيكم دق قال تعالوا تاني بنجي، أي زول صغير أحمر أسود أصفر غيره تعالوا بنجي، دي دعوتنا كده يا جماعة. وبندعوهم ذاتهم الأتباع التابعين لأنصار السنة ديل إنه الشغلة دي بقت سياسية أكثر من هي شنو؟ دينية، وده واضح لأي زول، ولا يحتاج كلام كثير. فخليك مع الكتاب، مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبعد من الأحزاب الضيقة دي، لأنه دي فرقت الدين ذاته. ربنا سبحانه وتعالى قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، الله قال كده. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، يعني فرق وجماعات، الله قال لست منهم في شيء، ما تبقى معي فرقة من هذه الفرق. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. نحن بلدنا بعيدة، وأسئلتكم كثيرة، ونحن والله مشتاقين لكم، دار نقعد معاكم، لكن خلاص عمنا كان قال شنو السؤال؟ آخر سؤال يا جماعة، المذهب الخامس. أول حاجة يا جماعة، نحن والله لا عندنا مذهب خامس ولا سابع، نحن بنتابع القرآن والسنة بفهم الصحابة والتابعين، تابع التابعين، والإمام مالك بناخذ كلامه، والأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل، وتابع محاضراتنا وكلامنا، بتلقى مرة بنقول قال مالك، مرة بنقول قال الشافعي، مرة بنقول قال الإمام أحمد، مرة بنقول قال أبو حنيفة. هسا أديكم أقوالهم اللي قاعد نؤمن بها. قال أبو حنيفة: من أنكر أن الله في السماء فهو كافر. ده قال أبو حنيفة بنؤمن به، رواه الإمام الذهبي بكتاب العلو. الإمام مالك قال الله في السماء ومعنا بعلمه، نؤمن به. الشافعي قال إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء، أوعى تقولوا كرامات ولي كبير، لا لا لا، قال لك فلا تغتروا به حتى تروا اتباعه للكتاب والسنة، إلى آخر كلامه. الإمام أحمد قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية، ولكن خذ من حيث أخذوا. ده دين، ده المنهج اللي بناخده نحن، فبناخذ من أي عالم ما وافق الكتاب وشنو؟ والسنة. أما النبذ والكلام الكذب النقل عمنا عن بعض الناس الضلال والكذب والجهلة، إنه ده مذهب خامس وده الوهابية وده شنو ما عارف، وده ده كله كلام فارغ، كلام كذب وما في دليل عليه، يعني دليل حجة عليه ما في، لكن أنا بقول لك البرهاني قال هو ده الكتاب، هذا الكيس ده ملان، شفت كيف؟ وعندنا أوضة ملانة شنط، شنط بتاعت حديد، قريب 2000 كتاب للطرق الصوفية، للجمهوريين، للنصارى، لليهود، لإخوان مسلمين، لغيره، كله موجود وثائق. يقول لك البرهاني قال هذا الكتاب، قال شنو البرهاني؟ قال أجود على أمي اللي ترحم طفلها، فرحمة من في الكون من بعض رحمتي، جبريل وميكال وعزراه وإسرافه، جنودي في التصريف هم تحت إمرتي، أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي. كتاب ديوان شراب الوسط، تأليف محمد عثمان عبد البرهاني. بقول لك التجاني قال عنده صلاة اسمها الفاتح بتساوي القرآن، قراءة واحدة منها أحسن لك من تقرأ القرآن 6000 مرة. كتاب جواهر المعاني بلغة الأماني، الجزء الأول الصفحة 132 ل 135، كلام موثق، وهذه الكتب ما ساكت، لكن ده يقول لك ده خامسي وده ما بعرفه وده شنو صغير وضعيف، كلام كله فارغ ساكت ولا يحتاج لرزات كثير. شكرا لكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه.
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.